طب موقع حضرتك من الإعراب في المشهد الشعري العربي حاليا، لو حطيت يعني لقب أو صورة. انا واحد من اهم 10 شعراء في العالم العربي، امر طبيعي، ولاني بمثل بلد كبير جدا، فانا الحمد لله واثق من مكاني انه قد اكون واحد من اهم الشعراء المؤثرين في التجربه الشعريه العربيه الان، واللي بيلهموا جيل من الشعراء الموهوبين. واعتقد ان انا اثرت طموح مجموعه كبيره في الفتره اللي ظهرت فيها. ظهر في مصر شعراء كتير جدا. انا ظهرنا في مرحله كان زي ما كتب دكتور احمد درويش، كان تقريبا الاعتقاد السائد انه الشعر في مصر هيبقى تفعيله ونثر، ومفيش اسماء كبيره بعد رحيل امل دنقل، وبعد رحيل صلاح عبد الصبور، وبعد سفر عمام موت حجازي، وبعد انغلاق مجموعه السبعينات على نفسها شويه وبعدها يعني. لكن اعتقد ان احنا عملنا حركه شعريه، وتطويري في القصيده الموسيقيه الهم اجيال شابه واثار حماستهم، وأصبحت قصيدة ناجحة ومؤثرة في العالم العربي، يمكن من المحيط للخليج الحمد لله، وهي الأصوات الأكثر بروزا الآن في الساحة العربية. فبعتقد أنه من عدو أهم 10 شعراء في العالم العربي. فأعتقد مين أن تاني مع حضرتك؟ في كتير لا لو قلنا في لو قعدنا العشرة نعد هيبقى في العراق، في لبنان، في سوريا، في السودان، في وحتى في مصر في شعراء تانيين كتير كويسين. يعني في مصر اصوات من جيلي، ايهاب البشبيشي شاعر ممتاز جدا يعني ومهم، سمير فراج، حسن شهاب جيل بعدي يعني، لكن او 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 بعدي بسنوات قليله، لكن شعراء موجودين ومجتهدين وبيقدموا حاجات. في السعوديه جاسم صحيح، في من السودان محمد عبدالي وهو احد تلاميذي ايضا، في المغرب العربي حركه شعريه. اما الاسماء الكبيره بقى، في شوقي بزيع في لبنان، في منصف الوهيبي في تونس، في انا خايف يعني اتكلم لانه هنسى اسامي، كلهم شعراء كبار ومهمين، بس مش لدرجه يعني الكم الضخم، لكن الزخم الشعري في مرحلة الشباب.